ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له: يا معلم، متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية التي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. فقالوا له: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. فقالوا له: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ أباؤنا أكلوا المن في البرية، كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني. وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لأتلف منه شيئاً، بل أقيمه في اليوم الأخير. لأن هذه مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا: إني نزلت من السماء؟ فأجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. ليس أن أحداً رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية، أنا هو خبز الحياة. أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.